مشاهدينا بنجدد الترحيب بحضراتكم مرة تانية. زادت عمليات البحث من المواطنين عبر موقع جوجل عن موعد تطبيق التوقيت الشتوي مع قرب انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي وعودة التوقيت الشتوي بتأخير الساعة لمدة 60 دقيقة. فما تفاصيل هذا الموضوع ومتى سيتم تطبيق القرار الوزاري الجديد؟ كل هذا وأكثر من خلال هذه التغطية الآن. يستعد المصريون لتغيير الروتين اليومي مع تطبيق التوقيت الشتوي، ويأتي هذا التغيير السنوي مصحوباً بتعديل الساعة، مما يؤثر على مواعيد العمل والدراسة والأنشطة اليومية بشكل عام. زادت عمليات البحث من المواطنين عبر موقع جوجل عن موعد تطبيق التوقيت الشتوي مع قرب انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي وعودة التوقيت الشتوي بتأخير الساعة لمدة 60 دقيقة. ومن المقرر أن يتم العمل بالتوقيت الشتوي بداية من آخر خميس في أكتوبر بتاريخ 31 أكتوبر على أن يتم تأخير الساعة 60 دقيقة. وأعلن مجلس الوزراء في بيان سابق أن عودة التوقيت الصيفي في مصر تكون خلال الجمعة الأخيرة من شهر إبريل. كما يستمر العمل بهذا التوقيت لمدة 6 أشهر قبل العودة للتوقيت الصيفي في إبريل المقبل، ما لم يصدر قرار رسمي بغير ذلك. التوقيت الشتوي له تأثيره على مواعيد العمل الرسمية ومواعيد وصول رحلات القطارات والطيران وغيرها من الأمور الحياتية اليومية. كما اعتبر البعض أن تغيير الساعة كل 6 أشهر بين التوقيت الشتوي والتوقيت الصيفي قد يؤثر على الساعة البيولوجية للمواطنين. ويرى بعض المتخصصين في الصحة النفسية أن تغيير الساعة بسبب التوقيت الشتوي أو التوقيت الصيفي قد يتسبب في إرباك للمواطنين خاصة في بداية تطبيقه. وأكدوا أن الساعة البيولوجية للإنسان لا تتأثر بتقديم الساعة 60 دقيقة، وأن التأثير لا يحدث إلا بتغيير التوقيت في حدود 4 ساعات. إلا أن التوقيت الشتوي قد يؤثر إلى تقليل النشاط البدني بسبب قصر فترة النهار وزيادة البرودة. وفي تصريحات سابقة أعلن مجلس الوزراء أن إعادة العمل بالتوقيت الصيفي 2024 لها العديد من الفوائد التي تعود على الدولة بمكاسب من خلال ترشيد استهلاك الطاقة، وخاصة في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية استثنائية. ويساعد التوقيت الشتوي في توفير نحو 25 مليون دولار من وحدات الغاز المستخدمة في إنتاج الكهرباء، إضافة إلى تقليل استهلاك الكهرباء بنسبة 1%، وهو ما يعادل نحو 150 مليون دولار سنوياً. وفقاً لدراسة أجرتها وزارة الكهرباء، جدير بالذكر أن العمل بالتوقيت الشتوي يؤدي إلى زيادة في ساعات الليل وتقليل ساعات النهار، ما ينعكس على نمط الحياة اليومية للمواطنين. مشاهدينا، هذه كانت أبرز التفاصيل الخاصة بالتوقيت الشتوي المحدد من الوزارة. وإلى هنا تكون انتهت تغطيتنا. لمزيد من المتابعات والتغطيات زوروا موقع صدى البلد الإخباري. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.